السلام عليكم إخوان، كي دايرين؟ بخير هنيا، أموركم لاباس؟ هادي واحد 1000 متر، وهاهي 1000 متر ملكية صحيحة فوريكا وفي العقر بالضبط. هاهي في واحد الطبيعة زينة، واحد المنظر واعر واعر. هاهي كيف سميتو، تيطلعو على الجبال ديال الأطلس الكبير، فيهم الثلج وفيه داك المنظر الهائل الهائل اللي فوريكا. هاهو وفيها يعني هنا خاص الفيلات، هذاك العشوائي ما كاينش، هما الفيلات انفاس معكم مع القرابين. شتيو هاهما 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 فيلات. المهم هنا بدا تيعمر، هاهي فيلا اخرى حداها. هاهما الجبال، داك المنظر. هاهما هاد الناس هاهما لي انفاس معنا، حتى يلاه بناو حتى هما. وهنا الماء على حساب البير، كاينه 26 28 تجبد الماء، قريب الماء هنايا. وبيتي الماء ديال الجمعية، يعني باش تبني وباش سميتو، هو راه كاين هنا، كاين الماء ديال الجمعية. هاد السيد هذا اللي انفاس معنا ويلاه بنا وكلشي، وهو داير دوز الماء ديال الجمعية وكلشي. المهم فيها 1000 متر ملكية القناديين، هاهي قريب ليها، يعني قريبة للفيلاج ديال العقرب. 10 دقائق وانت في العقرب. قلت لكم خاص الفيلات هنا، ما كاينش العشوائي ديال 300 ولا ديال 100 ولا ديال 200، ما كاينش. هنا ما كاين لك غير من 1000 الفوق. المهم الاحباب اللي بغاها وعجباتو مرحبا بيا، وبغى يشوفها مرحبا، اتصل بيا في النمرة ديالي 0667168316، 0667168316. مرحبا. والثمن 24 مليون، 24 مليون وقابلة للتفاوض، يعني ولا قال لك غادي يتفاوض.